الهاتف الأستاذ الجامعي والباحث في شؤون الأمن والدفاع إسماعيل جهري. أستاذي مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مساء الخير. إذن شكرا لك أستاذ إسماعيل جهري. على ما يبدو بأن نظام المخزن يحاول بكل سبل تغطية فشله ونكساته من خلال توجيه أنظاره نحو قضايا خاسرة. هذا الجار الذي لا يعرف معنى حسن الجوار، نظام المخزن الذي كشف عن وجهه الحقيقي فيما يتعلق بدعمه للفتن والجماعات الإرهابية، لكن الحمد لله الجزائريين بصوت واحد ردوا على هذه الاستفزازات، على هذا الانحراف كما قلت بصوت واحد، بأن وحدة الجزائر والجزائر ككل خط أحمر. نعم نعم، أعتقد أن هذه الخطوة التصعيدية الأخرى، أقول أخرى لأنه فيه تراكمات، لأن هذا الجار المغربي المشاغب الذي تكلمت عنه له سجل أسود في هذا المجال، لأن الجزائر دائما، وربما لو حاولنا إحصاء كل أنواع العدوان التي يرتكبها الجار المغربي على الجزائر لا تحصى. أقول فقط يعني باختصار أن الأطنان من المخدرات تدخل من المغرب، والمغرب هو ناركوئطة، يعني دولة ترعى المخدرات، لأن عقول كبيرة جدا تحت وصاية النظام في حد ذاته، وتوجه أغلبية تلك الإنتاج نحو الجزائر، كما قام بتحل المهاجرين الأفارقة نحو الحدود الجزائرية، يقوم بتمرير العملة المزيفة نحو الجزائر. الجماعات الإرهابية في العشرية السوداء وإلى يومنا هذا كانت تجد ملاجئ وأماكن خلفية للسطو وارتكاب الجرائم في الجزائر، بمعنى أنه فيه حرق العلم الجزائري. ويعني الجار المغربي له مشاكل حدودية مع كل من يجاوره، الصحراء الغربية، إسبانيا والجزائر، بينما للجزائر علاقة حسن الجوار، فهي قوة هادئة لها حدود آمنة وتعاون وتكامل مع كل الدول ما عدا الجار المغربي. وقلتها أن هذا السلوك المضطرب، هذه الهستيريا لتغطية فشله في تجاوز قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وحمل بعض الدول عن طريق الضغط والمساواة والمناورات والدسائس للاعتراف بما يسمى مغربية الصحراء، والفشل هو الذي جعله ربما يتبنى هذا السلوك الهستيري الذي يعبر أكثر عن فشل وعن اضطراب وعن ربما صدمة الفشل الذي أصبح لا يتحملها.